الصحة من النعم العظيمة اللي ربنا أنعمها علينا، وكمان هي أمانة ربنا هيحاسبنا عليها. أكيد صحتنا مهمة بالنسبة لنا ومهمة بالنسبة للناس اللي بنحبهم، لأن بالصحة نقدر نحقق أحلامنا في الحياة، وكمان نكون موجودين جنب الناس اللي بنحبهم فترة أطول. في مقولة بتقول إن درهم وقاية خير من قنطار علاج، أو prevention is better than cure. في حاجات كتيرة بتأثر على صحتنا سلبيا، منها قلة ممارسة الرياضة، الأطعمة السريعة المعروفة بالفاست فود، وكمان الحالة النفسية. بس دلوقتي احنا نتكلم عن الفاست فود. في الأول ايه هي الفاست فود؟ الفاست فود هو أي طعام بيتجهز ويتحضر عشان أروح أطلبه ألاقيه جاهز ليا، بمعنى KFC والبيتزا هات وأي مطعم باكل فيه ده بيقدم فاست فود. كمان المشروبات الغازية زي الكوكا كولا والبيبسي وغيرها فاست فود. الفكرة ان الأطعمة السريعة دي مش بس قيمتها الغذائية قليلة جدا، لأ دي كمان بتحتوي على نسبة عالية من السكر، نسبة عالية من الدهون المشبعة المعروفة بساتيوريتد أو ترانس فات، نسبة عالية من الكوليسترول، نسبة عالية من السعرات الحرارية كالوريز، ونسبة عالية من الصوديوم. طيب ايه هي أضرار الفاست فود على جسمي؟ أول حاجة السمنة. النسبة العالية من السكر والدهون اللي بتكون موجودة في الأطعمة السريعة دي تؤدي إلى خطر الإصابة بالسمنة. كمان المواد الحافظة وزيوت الطبخ اللي بيستخدموها في تحضيرها بتخلي الجسم مش يتخلص من الدهون دي بسهولة. تاني حاجة الكبد. النسبة العالية من الدهون المشبعة saturated or trans fat دي دهون مصنعة، هم بيستخدموها عشان تخلي الأطعمة تقعد فترة أطول، بس بالنسبة لجسمي دي حاجة ضارة بيتخلص منها، ولما بتكتر بتكون دهون على الكبد، وبعد كده ممكن تؤدي إلى الفشل الكبدي. تالت حاجة القلب والأوعية الدموية. الأطعمة السريعة فيها نسبة عالية من الصوديوم، وبالتالي بتسبب ارتفاع ضغط الدم hypertension، وفيها نسبة عالية من الكوليسترول، وده بيسد الشرايين ويزود الإصابة بالسكتة القلبية. رابع حاجة قلة جودة الطعام. أكيد احنا بنشتري الأطعمة دي واحنا مش عارفين جودتها، هو اشترى المكونات منين وكام وجودتها عاملة ازاي؟ هل فيها مواد بتضر جسمي؟ طب المواد اللي بتضر جسمي نسبتها قليلة ولا عالية؟ أكيد مش عارفين ده. خامس حاجة سلامة الطعام. للأسف معظم اللي بيشتغلوا في المطاعم مش بياخدوا دورات تدريبية أو بيدرسوا الطعام الصحي وأهمية النظافة في تحضير الطعام، يعني مثلا هنلاقي اللي بيحضر البرجر مش بيغسل إيده مع كل مرة بيعمله، ده غير الحشرات وغير حاجات تانية ممكن تسبب بعد كده التسمم الغذائي. وأكيد سمعنا عن حالات زي التسمم الغذائي، لأن ببساطة الشخص ده راح أكل سندوتش من بره. سادس حاجة المخ. أثبتت الدراسات والأبحاث إن الأطعمة السريعة بتسبب وتزود من شعور الشخص بالإحباط، يعني الناس اللي بتاكل الأطعمة السريعة معرضين بنسبة 51% إصابة بالإحباط. لا وكمان إن الأطعمة السريعة بتأثر على مركز الذاكرة في المخ وتخلينا ننسى بسرعة، وغيرها من الأمراض زي حبوب في الجلد، هشاشة العظام، السرطان، تسوس الأسنان وغيرها وغيرها. طب والحل بعد كل الأمراض الخطيرة دي هو إن احنا نقلل استهلاكنا للأطعمة السريعة ونتبع نظام غذائي صحي في حياتنا جنب ممارسة الرياضة. عشان كده خبراء تغذية في هارفارد عملوا طبق اسمه طبق الأكل الصحي. الطبق ده بيشمل طريقة بسيطة جدا نقدر نطبقها في أي وجبة وأي أكل احنا بناكلها، وهي عبارة عن 4 مكونات. المكون الأول الحبوب والنشويات، وده بيمثل ربع الطبق. المكون الثاني الخضروات والفواكه، وده بيمثل نص الطبق. المكون الثالث البروتين، والمكون الرابع الدهون والسكريات، والمكونين الثالث والرابع بيمثلوا الربع الأخير. ده طبعا بالإضافة للمية وكوباية العصير الفريش في اليوم اللي فيها سكر قليل، وكمان الزيوت الصحية زي زيت الزيتون. طب تفتكروا الأطعمة السريعة دي هل فيها المكونات دي؟ وبالنسبة دي أكيد لأ. هدفنا في الفيديو مش بس التوعية بخطورة الأطعمة دي، لأ كمان إن احنا نقدم حلول فعالة يقدر أي حد يستخدمها في حياته عشان يقلل استهلاكه من الأطعمة دي. أول حاجة هو إن انت تعرف وتقرر الصحة بالنسبة لك إيه. تاني حاجة تعرف سبب استهلاكك للأطعمة دي، هل بسبب قلة الوقت ولا طعمها أحلى ولا أرخص ولا عشان صحابي بيطلبوا دليفري فأنا كمان بطلب زيه، وعلى أساسها تبتدي تفكر في الحلول. تالت حاجة تقلل الاستهلاك واحدة واحدة، يعني مش مرة واحدة هقول أنا هبطل أشرب بيبسي وأكل بيتزا من دلوقتي وبطل أسبوع أوكي، طب وبعد الأسبوع ترجع ريما لعادتها القديمة؟ لا بالتدريج،
يعني بدل ما اشرب كوباية كوكا كولا انا اشرب نص كوباية، وبدل ما اطلب 3 ايام في الاسبوع دليفري خليهم مرة، وهكذا. هتلاقي نفسك بعد فترة قللت استهلاكك للأطعمة دي، وفي نفس الوقت بقيت تعتمد على النظام الصحي اللي اتكلمنا عليه. بقيت تاخد معاك الشغل أو المدرسة أو الجامعة العصير الفريش، تعمل سندوتشات وتاخدها معاك، تفطر قبل ما تروح، كل ده. كمان ما ننساش ان في اختراع عظيم اسمه اللانش بوكس، ممكن اي حد يستخدمه ويحط فيه الفاكهة والخضروات او الاكل اللي بيحبه وياخده معاه اي مكان. كده خلصنا دورنا، الباقي عليكم. شكرا، ونتمنى دايما ان انتوا تكونوا في صحة وسعادة عشان نفسكم وعشان الناس اللي بتحبوهم ويحبوكم. احنا مجموعة طلبة كلية صيدلة جامعة قناة السويس تحت اشراف دكتورة ايمان طه. شكرا لك. Thank you.